السلام عليكم ورحمة الله. كما كتشوفوا هذه سلعة جديدة كتخدم في رمضان ومن غير رمضان، حنا حبينا نوريوها لكم نظرا للاستعمال ديالها في هذا الشهر العظيم. هذا واحد البلا بلا بلغطة ديالو كما كتشوفوا، بلا بلغطة ديالو زاج بالسيلي، وهذا الكراتان ديالو ها هو شتيش، هذا في الكبير والصغير، يعني هاد بلا كراتان أو كنسميوه بلا صابو ديال الفران، كاين هاد القياس كاين قياس صغير. المهم ما علينا، هاد البلا هدا يمكن تدخلو للفران، هو غارق غارق مزيان وتقيل قابل للحرارة، دخلو للفران دير فيه الشهيوات ديال رمضان. وقد ومام طو عنده السوكل ديالو، السوكل ديالو هو كتحطو هنا في السوكل ديالو مع الغطا ديالو هكا باش تقدمو، ملي كتبغي طيب فيه كتحيدو من السوكل ديالو وديرو في الفران. وبالنسبة عند التزيين، هاد السوكل هدا فيه واحد جوج بلايص ديال الشمع، مثلا هنايا درتي الشهيوة ديالك هنايا فهاد البلا، بغيتي تقدميه هنا دير الشميعات هنا كما كتشوف، الشميعات كيتحطو هنا تشعلهم وتحط هاد البلا هدا، هادشي مني طيب داكشي لي غطيب وتقدمو تقدمو بحال هكا تحطو، وكيبانو دوك الشميعات من هنا كيشعلو للتزيين المنظر. وهاد البلا كما قلنا هذا الحجم الكبير شتيش، فيه الصغير ديالو هذا فضي، يعني كنقولو لارج اونتخي هذا فضي، وكاين الدوري ديالو ما هو تا هو لا ميم شوز. هذا الحجم الصغير، بغينا ندير لكم الحجم الكبير في الفضي والحجم الكبير في الذهبي، وهذا بجوجهم باش تعرفوا ان بجوجهم عندهم الاحجام. هذا تا هو ها هو الشكل ديالو شتيش، الطا البلا ديالو تا هو يا تا هو تيدخل الفران. هذا السوكل ديالو كما كتشوفوا حتى هو فيه بلاصه الشميعات، كنديرو فيهم الشميعات بالذات الا طيبتي شي حاجه حطيتيها هنايا، كتحطو بحال هكا كتقدمو بحال هكا بمناسبة شهر رمضان. وتبارك الله الأسر المغربية كتكثر في الشيوات، هي كما قلت لك الشميعات كيبانو من هنا تشعلهم، كتكون جلسات عائلية كتجي زوينة في الحطة فوق لاطابل.